طبعا ميسان رح نبقى بأجواء المعرض، واليوم رح نحكي عن الهيئة العامة السورية للكتاب اللي هو العنوان، وأثبت مشاركته بالدورة 61 لمعرض دمشق الدولي من دمشق، ومن أقدم عاصمة مأهولة من سوريا التي أحدت الأبجدية إلى العالم. عم تكون مشاركة الكتاب حاضرة وفاعلة بأقسام الهيئة التابع لجناح وزارة الثقافة، لنتعرف أكيد بشكل موسع على عفوا على هالمشاركة. بصيرنا أكيد نستضيف سلام فاضل، المسؤولة الإعلامية بالهيئة العامة السورية للكتاب. صباح الخير، أهلا صباح وسهلا النور، فيك. صباح النور، يا أهلا يسعد وسهلا. صباحك يسعد سلام. صباحك. يعني في كان مشاركة لكم ضمن جناح وزارة الثقافة، خلينا نتعرف على مشاركة الهيئة. طبعا الهيئة العامة السورية للكتاب عم تشارك من خلال معرض دمشق الدولي بدورته 61 عبر جناح وزارة الثقافة، بمعرض بيضم ما يقارب 500 عنوان من مجمل إصداراتها اللي صدرت بالسنوات الماضية. طبعا هاي العناوين بتشمل شتى صنوف المعرفة مثل الرواية، الآداب بشكل عام، يعني السينما، المسرح. طبعا بننادر بالإضافة لهذا الشيء في عنا كتب الأطفال وقصص الأطفال والسلاسل اللي خاصة فيهم، والسلاسل اللي صادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب مثل سلسلة قضايا لغوية، في عنا سلسلة أعلام ومبدعون، وبالإضافة لهذا الشيء طبعا في عنا الدوريات مثل الحياة المسرحية، الحياة السينمائية التشكيلية، في عنا المعرفة، مجلة المعرفة، مجلة أسامة، مجلة شامة. طبعا كله هاد بيتضمنه معرض الهيئة العامة السورية للكتاب اللي موجود بجناح وزارة الثقافة بمعرض دمشق الدولي بدورته 61. نعم، خبرينا سلام كيف عم بيكون الإقبال، الزوار عم بتشوف في فعلا في اهتمام حقيقي بالكتاب بهي المنشورات أو كيف؟ طبعا هلا مثل ما انا من خلال طبعا حضوري بالجناح وهذا المعرض عم نشوف اقبال كثير حلو للقراء بشكل عام والجمهور كمان لحتى يطلع على هي الاصدارات. طبعا انا ونسيت خبركم بخصوص هذا الشيء، انه بمعرض الكتاب اللي موجود بجناح وزاره الثقافه ضمن معرض دمشق الدولي تم التركيز هذا العام على المشروع الوطني للترجمة وكل الروايات والإصدارات الصادرة عن هذا المشروع. طبعا بالإضافة لسلسلة الكتاب الناطق اللي صدرت قبل ما يقارب العامين، وطبعا هي سلسلة الكتاب الناطق بتختص تحديدا بتسجيل الكتب والروايات وأحيانا قصص الأطفال على أقراص ليزرية اللي هي سي دي بأصوات جميلة ومهمة من أجل إيصال القراءة لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق السمع. طبعا كل هاي الإصدارات اللي موجودة مثل ما خبرتكم بالمعرض عم يكون في إقبال كتير حلو عليها للإطلاع على أبرز ما أصدرته وأنتجته وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب من كتب ودوريات وسلاسل. قديش اليوم هي المشاركة مهمة للهيئة العامة بشكل عام ضمن معرض بهالضخامة، ضمن معرض اقتصادي ثقافي اجتماعي فينا نحكي عنه بكل تفاصيله، وقت بنشوف مشاركة للهيئة العامة السورية والكتاب ضمن هالمعرض الضخم يلي فيه مشاركات هائلة، قديش فرصة مهمة للهيئة؟ طبعا هلا معرض دمشق الدولي هو من المعارض الاقتصاديه الكبيره بالشرق الاوسط، وطبعا مشاركه وزاره الثقافه والهيئه العامه السوريه للكتاب بمعرض له باع طويل بميدان المعارض العربيه والمحليه، هو كثير خطوه حلوه ومميزه، لانه معرض دمشق الدولي هو من المعارض اللي توارثت مثل ما بيقولوا الاجيال التعرف عليه وزيارته كونه واحد من أهم المعارض اللي مثل ما بيقولوا إلى باع طويل بالميدان وبيجذب العالم، يعني هو حالة تفاعلية كبيرة بين إجمالاً الشركات الاقتصادية أو شركات بغض النظر إذا كانت منتجات، بغض النظر شو المنتجات اللي هي بتختص فيها، بس هي بيخلق حالة من حالات التفاعل بين هذا الزائر وبين هيدي الشركة. وطبعاً مثل ما خبرتك يعني ضافة لحالته الثقافية اللي كتير مهمة، هو حالة
تفاعليه حاليه. وطبعا نحن هلا بدورته ال 61، يعني هو معرض له باع طويل، يعني 61 عام لمعرض، فهو معرض فرصه مهمه يعني، وفرصه مهمه لاي شركه بتشارك فيه. طبعا واجت مشاركه الهيئه العامه السوريه للكتاب بهذا المعرض نقطه ايجابيه من اجل انه جميع الزائرين اللي عم يزوروا المعرض يفوتوا على جناح وزاره الثقافه ويطلعوا على اخر اصدارات الهيئه فيما يخص نشر الكتب بشكل عام يعني. نعم، يعني ما شاء الله انتم ما بتهدوا، دائما في انشطه، دائما في حياه وحركه، ان كان بمعرض دمشق وان كان من تحضيراتكم الموجوده حاليا لايضا معرض الكتاب بدورته ال 31 بمكتبه الاستاذ. خبرينا شوي. طبعا هلا عم تجري التحضيرات على قدم وساق من اجل افتتاح معرض مكتبه الاسد اللي بدورته طبعا ال 31 مثل ما تفضلتي وقلتي، واللي هو هاي العام تحت عنوان الكتاب بناء للعقل. طبعا سيتم افتتاحه ب 12 ايلول وسيستمر حتى 22 ايلول برعايه السيد الرئيس بشار الاسد. طبعا الهيئه العامه السوريه للكتاب عم تعمل على تجهيز التحضيرات بخصوص هذا المعرض. سنشارك هذا العام بمعرض مكتبه الاسد بما يقارب بما يزيد عن 1500 عنوان، طبعا بالاضافه لتزويد الجناح يوميا باخر الاصدارات اللي بتصدر يوميا. ومثل ما خبرتك طبعا حيكون هذا الجناح بيتضمن بالاضافه لاخر الاصدارات من الكتب الادبيه والفنيه والثقافيه والعلميه والمسرحيه، سيتضمن مثل ما قلت لك الدوريات اللي بتصدر عن وزاره الثقافه، وبيتضمن طبعا بالاضافه لهالشيء السلاسل وسلسلة الكتاب الناطق اللي حكينا عنها قبل بشوي، وكتب الأطفال طبعا. هدول كلهم الأطفال ضمن جناح الهيئة العامة بمعرض الكتاب. بمعرض الكتاب اليوم خلينا نحكي شوي عن عمل الهيئة العامة السورية للكتاب. إصدارات عديدة عم تكون بشكل يومي، إصدارات جديدة، حكيت لنا عن مشروع الترجمة، خلينا نتعرف عليه شوي أكثر، بجوز في ناس يمكن ما كتير بتعرف عنه، لهذا المشروع ولشو بيهدف. طبعا المشروع الوطني للترجمة هو مشروع أطلق قبل ما يقارب 3 سنين، والهدف منه هو التشجيع على الترجمة، تشجيع على الترجمة. هلا نحن الكل نعرف أنه الترجمة هي نوع أو هي باب من الأبواب التي يستطيع من خلالها أي إنسان أن يطلع على ثقافات وحضارات العوالم الأخرى، طبعا من خلال ترجمة الكتب. المشروع الوطني للترجمة بيهدف إلى ترجمة الكتب، وبيهدف للتشجيع على الترجمة وتشجيع المترجمين العرب والسوريين على الإقدام على هذه الترجمة، وكمان للعمل على تطويرها. طبعا كل سنة كان هذا المشروع عم بيتطور عن السنة اللي قبلها، وكان عم يتم التركيز فيه على لغات عديدة. طبعا في عنا نحن اللغات الرئيسية الأساسية مثل الإنجليزية والفرنسية والروسية، وبالإضافة هي السنة نحن تحديدا أضفنا لهيدي اللغات الأساسية الثلاثة مجموعة لغات أخرى مثل اللغة مثلا الفارسية، اللغة الكورية، اللغة اليابانية طبعا، والعديد من اللغات الأخرى. مثل ما خبرتك لأنه الترجمة مهمة على أي صعيد وبأي مكان، لأن كونها نافذة نستطيع من خلالها أن نطلع على عوالم العالم الآخر، ونستطيع حتى أنه نعرف هنن كيف مثلا شو وجهات نظرهم بمواضيع معينة بهيدي الحياة. نعم، يعني سلام أنشطة دائما عم بتكون بالذروة، أنت ما أي فترة إن كان بالصيف إن كان بأي فصل كان عم بيكون في نشاطات وفعاليات كتير مهمة لكم. بدي أتمنى لك كل التوفيق، وبدي أقول شكرا كمان للهيئة يلي دائما عم تدعمنا بأفكار جديدة وبفعاليات جديدة. شكرا كتير لك سلام، أتمنى لكم كل التوفيق، وندعو كل العالم لحتى يشوفوا الكتاب السوري ضمن جناحكم. شكرا كتير.